بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الذي عاوز أكلمكم في قول أبائي. لما بنقول كلمة قول أبائي يعني حكمة قالوها قديسين عن خبرة. ليه دايما أقوال الأباء بتفرق معانا بالذات القصيرة؟ لأنها بتطلع نتاج خبرة، مش مجرد بقى معلومة أو فكرة. لا لا، في فرق بين واحد عايش بطبع معين أو بتدريب معين ومختبره، فلما بيقوله بيبقى له تأثير وثقل. القول ده مريح قوي وأحس أن أنا محتاجه زيكم. بيقول إيه؟ قال أحد الأباء: الذين تركوا كل شيء في يد الله اعتادوا أن يروا يد الله في كل شيء. يعني إيه؟ بيكلم عن فضلتين هنا بس مرتبطين ببعض. فضيلة اسمها التسليم أو الترك، يعني سيبها على ربنا. بس سيبها على ربنا دي في كل حاجة، لأن احنا بنسيب حاجة ونمسك حاجة. اللي بيعرف يعمل كده بيدخل على فضيلة تانية أجمل، إنه بقى يتفرج على ربنا طول اليوم، بقى ياخد باله قوي من اللي ربنا بيعمله في كل حاجة. طبعا تاني ده عايش في ملك بقى، مستمتع جدا بحياته، إنه يرى يد الله في كل شيء. مين ما يتمناش يبقى شايف إيد ربنا في كل حاجة بتحصل كل يوم؟ دي في رأيي هتبقى أحلى عيشة، لأنه كده يبقى الواحد مطمن إنه في إيد ربنا وهيدخل السماء. تعالوا نعيش المعنى ونفكر فيه ونوصل لشوية تطبيقات كده نحاول نمارسها. كيف نترك كل شيء في يد الله، وكيف نرى يد الله في كل شيء؟ وخلي بالكم من كلمة اعتادوا. من كتر ما تعود يشوف ان ربنا بيمشي، ما بقاش بيفرك على حاجة، ما بقاش بيحسب زيادة، ما بقاش بيهري ويعيد ويزيد. لا خلاص، هي تمشي لوحدها، كل حاجة بتمشي لوحدها مع النوع ده من الناس اللي ضايقة الاتكال والتسليم. أول حاجة عجبتني في الجملة دي حكاية الذين تركوا كل شيء. عادة إحنا لما بنتعامل مع ربنا ما بندخلوش في حاجة في الأول، ولما بنغلب قوي بنقول له الحق يا رب، وبالتالي ربنا بيدخل في حياتنا في الطوارئ في المخاطر. لكن انت اللي بتمشي شغلك وتمشي بيتك وتمشي علاقاتك وتمشي مستقبلك وتخططه. فواضح انه اغلب الحياة انت مش سايبها لربنا، انت بتحركها بنفسك، وعشان كده انت غلبان، ما انت شايف ربنا كفاية ولا حاسس بالنعمة كفاية. ففي ناس بتسيب بعض الاشياء، يقول لك الموضوع ده اضطريت اسيبه لربنا. اضطريت ليه؟ ما كنت تسيبه من الاول؟ هو لازم يغلب تغلب خالص يعني عشان تسيبه؟ ما تسيبه من الأول. في حاجات كتير لما تسيبها تلاقي ربنا مشاها أحسن ما يمكن، لكن لما تفرك عليها وتهري وتدخل تستعجل في القرارات تقول أنا استعجلت، أنا ياريتني ما اتكلمت، كان ممكن أفضل أتفرج شوية وربنا ما أنا قلت له اتدخل هيتدخل، لازم أستعجله وعارف بيعمل إيه. هنا أصعب موضوع أنك تسيب التفكير، ترك التفكير. لسه كان عندي شاب دمه خفيف قال لي: وانا بقلع هدومي كل ليلة ببقى نفسي أقلع دماغي، بس طبعا هموت لو قلعتها، لكن عاوز أقلع دماغي لأنه دماغي هي اللي تقيلة مش الهدوم، ولا أنا مشكلتي في دماغي، مش بعرف أنام والله أنا بات فيه أصحى فيه. والأوفر ثينكينج بقى، التفكير المبالغ فيه ده بقى ده العصر كله. يبقى ازاي تسيب التفكير؟ لأنه ده أصعب حاجة على فكرة، مش سهل أنك تبطل تفكر في أمور كتير، في مشاكل، في بكرة، خلاص فكرة كل شيء في إيد ربنا ده معنى شكله سهل لكن هو مش سهل. طبعا دي مش بتيجي ابدا غير لما تحكي مع ربنا اكتر، فاول باول عمال تحول عليه اي فكر اي موضوع. فهي ترك التفكير ما بيجيش غير بزياده الصلاه، لازقين في بعض.
مش ممكن مخك هيقل في التفكير إلا لما كلامك مع ربنا يزيد. وعشان كده واحدة زي أمنا العذراء يعني بنام مبسوطة وهي حياتها كلها مشاكل، هي سايبة كل حاجة في إيد ربنا ففرحان. اللي زي أمنا العذراء ما بتبطلش صلاة، وبالتالي التفكير واخد أجازة، يعني ربنا هيقول لها اعملي كده هتعمل كده من غير تفكير وهتلاقي الدنيا سهلة أوي. دي بنسميها معركة الاتكال. اتكال بيبدو دايما أنه فضيلة سهلة، يعني لما أقول لك اتكل كأني بقول لك حاجة سهلة، إلقي على الرب همك، تبدو آية سهلة، هي طلعت مش سهلة، تيجي تعملها مش عارف، تلقي على الرب همك تلاقي همك لبت في دماغك مش راضي يطلع من دماغك، طب ما ترميه على ربنا مش عارف، يرجع مخك يوش. يبقى في معركة، إزاي أسكت عقلي وأقول له كلم أنت بقى خلاص الموضوع ما يخصنيش، مش هشتغل فيه، مش هفكر فيه، خلاص فلست، مش قادر عليه. وحاجات كتير قوي في حياتنا كده، في مشاكلنا حتى مع نفسنا، في بعض أخطائنا، مشاكل أولادنا أحيانا، مشاكل الخدمة، مشاكل الشغل، بتبقى عملت حاجة واثنين وثلاثة وفكرت بدل المرة 100 مرة، وبعدين ما جالكش غير المرض، ما كفاية بقى خلاص اركن شوية سيب ربنا بقى يتدخل يأجل، وحر بقى الموضوع عنده. إذن دي معركة مع نفسك مش معركة مع حد، دي خناقة جوانية كده. إزاي توقف دماغك وتقول لها يا دماغي هدي شوية، اسكتي شوية، كفاية وش، عاوز أخد أجاز، عاوز أستمتع بالحياة، كفاية النفس اللي باخده خلاص أقول شكرا يا رب، كفاية اللقمة اللي بعرف أكلها خلاص، كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. الحاجات اللي تساعدك إنك تترك كل شيء، بداية الجملة إيه؟ الذين تركوا كل شيء في يد الله اعتادوا أن يروا يد الله في كل شيء. التأمل في وعود الله، ما تقعد تسمع ربنا كتير بيقول لك أنا معاك كله خير ما تخافش مش هسيبك أنت حبيبي، هو الكلام ده كل شوية بيرفعك، بيزود فكرة الاتكال، بيطلع منك الخوف الزيادة والتفكير الزيادة. مثلا القديس بولس ازاي في عز مشاكله، مرحلة كتابة روميا دي رسالة روميا حقيقة بنسميها مرحلة المشاكل، كان عنده مشاكل من كل ناحية، كورنثوس ولعت مشاكل، روميا دخلوها بتوع التهود وبقوا يرجعوا المسيحية يهودية تاني، وهو لو واحد مطرحه يشده في شعره ان الخدمة من كل ناحية مضروبة. انما بصوا بيقول ايه، نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل مع الخير، حتى المشاكل حتى اللخبطة حتى الظروف الصعبة مظبوطة، حتى قلة الفلوس ماشي، حتى المرض شغال، كل الاشياء تعمل معا للخير. طب مين اللي عنده العلم ده مستقر جواه؟ هو ده اللي بيعرف يسيب كل حاجة في إيد ربنا، لأنه القول مبني على الفكرة دي، على الآية دي، بما أنك تعلم أن كل الأشياء تعمل للخير ليه ما تسيبش كل الأشياء في يد الله؟ فكر خلاص، بدل هي بتشتغل للخير أنت بتلخبط شغل ربنا لما بتفرك وبتدخل إيدك أنت في الموضوع أو دماغك، الحقيقة بتضيع الوقت وبتطول المشاكل، تصعبها على نفسك وبتعطل. سيبه يعمل اللي هو شايفه في أمور كتيرة قوي. عشان كده المسيح وهو بيتكلم عن الاتكال عموما في الموعظة على الجبل قال كلام كتير قوي، وأكتر آية قالت في الموعظة على الجبل كوصية لا تهتموا، يعني لا تعولوا الهم. قال طب لو واحد فيكم زودها قوي واهتم، باي وارينج، اهتم هنا مش كيرينج اللي هو مجرد التفكير، لا القلق، مين فيكم لو اهتم زيادة يقدر يطول في نفسه مثلا، يطول في عمره، يقدر يحل أي مشكلة؟ مش هيقدر يعمل حاجة، هو مش هيطلع غير مصدع وخلاص، أو عنده ضغط أو جاله سكر أو مش عارف يعيش، هذه كل اللي هيوصل له لما يهتم زيادة، لكن في الآخر هي تتحل بطريقة أخرى بإيد ربنا. آية تاني بنحبها مزمور لما يقول لا أخزى لأني عليك توكلت، مش هتكسف لأني رميت عليك، أنت
اتكلت عليك يا رب مش هتخزيني، مش هتكسفني. ده واحد متأكد انه مش ممكن يقول له يا رب الموضوع عندك ويكسفه، خلاص هيطلع احلى حاجة. على فكرة حتى السماء، يعني لو رحنا السماء برضو احلى حاجة، لانه مش معناه انك لو عيان لازم تخف، ولو رحت السماء تبقى دي احلى حاجة في الوقت ده، لان ربنا ما عندوش حاجة وحش، في الاخر كله بيطلع حلو. اللي ساعدك انك تعيش الخبرة الحلوة دي، فضلتين الممتعتين دون انك سايب كل حاجة في ايد ربنا وبتتفرج على ربنا طول اليوم بيعمل ايه، هي دي اجمل عيشة. اللي ساعدك على ده انك تعرف انك ضعيف وعاجز، تقتنع انك صغير ومحدود وعلى قدك قوي. لكن طول ما الواحد فينا شايف روحه بيعرف يفكر او يقدر، عنده ثقة في نفسه، هو معطل روحه. الآيات الجميلة اللي شغلتني في صيام العذراء بتاعت أشعياء 46، لما بيقول أنا شايلكم من البطن، شايلكم من الرحم، هفضل شايلكم لغاية ما تعجزوا. طب أنتوا هتشبهوني بإيه؟ دماغك تعرف تشيلك، الفلوس ممكن تشيلك، البشر اللي حواليك ممكن يشيلوك، أنا شايلك من داي وان، من أول ما تولد، من قبل ما تتولد لغاية ربنا يدي العمر 80-90 سنة، متشال محمولين، ما نزلتكش يوم من على ايدي. اليوم اللي صليت زي اليوم اللي ما صليت شايلك، اليوم اللي قريت الانجيل زي العشرين يوم اللي ما قريتش فيهم الانجيل شايلك، اليوم اللي جدعنت وصمت واختشيت ومشيت كويس، والايام السودة اللي ما ايه بعت ربنا خالص ومشيت غلط خالص برضو كنت شايلك، ما فيش استثناءات. فبيقول قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنا أنجي. يقول بعدها فبمن تشبهونني؟ أنت هتلاقي عز فين أكتر من كده؟ يبقى لما بتعرف أن أنت متشال وأنك صغير، الحياة تبقى جميلة قوي، هتبلاقي نفسك مبسوط، لأنه مش مفروض تفكر كتير، وكل حاجة هتمشي لوحدها وهتمشي كويس. طبعا اوعوا تاخدوا كلامي تواكل، تواكل انتوا عارفين ده دلع، ده واحد عاوز ينام فبيقول لك انا متكل على ربنا. لا، انت هتتكل على ربنا، هتحكي معاه، هتعمل اللي هو بيقوله. لكن المتواكل ده فرحان ولا مبسوط؟ ده هو هربان من المسؤولية. مش بنتكلم في دي دلوقتي. قديس بولس في رأيي شخصيته بطبيعته يثق في نفسه ويثق في فكره، ده راجل معاه يوناني، معاه فلسفة، ابن ناس قوي، مذاكر عهد قديم، صاروخ يعني، شخص في زمنه متميز جدا. بس ايه رأيكم ان بولس بقى ربنا فضل يشكشك فيه ويكسر فيه عشان يظبط دماغه ويقول له لازم تعرف انك ضعيف عشان تبطل تركز مع بولس، تركز معي أنا، تبطل تتكل على مدعو بولس اللي هو نفسه وتتكل عليه. دي ما خدت رقات من بولس، عشان كده بعد شوكة الجسد خط خط خبط في الخدمة لما استوى. لكن كل ده ما شلش منه الحتة انه برضو بيعرف يشوف نفسه شوية. فلما بقى جات له شوكة الجسد دي وزلته، قال انا وصلت ان انا اصر بالضعفات. كل ما انا اكتشف اني ضعيف قوي اقول له خلاص فهمت، افتكرت الدرس، بدل انا ضعيف يبقى انت اللي هتشتغل. اوكي افتكرت، ما كان بينسى لأنه بيعمل معجزات وبيوعظ كويس وبيبشر وبينجح بسرعة، لكن الحاجات دي كانت بتفوقه كل شوية. فقال بقيت أصر بالضعفات والشتائم والضرورات، يبقى مش لاقي لقمة يأكلها ضروري يعني، والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح. حينما أنا ضعيف جات منين بقى يبقى قوي؟ لأن كل حاجة هتبقى في إيد ربنا. بدل ضعيف يبقى يقف عامل كده ما بيعملش ولا حاجة خالص. تخيلوا واحد متشال داخل المستشفى، مطلوب منه ايه؟ ما ينفعش تطلب منه حاجة، ده على الاخر هنا الدكاترة لازم تشتغل. فتصور ان انت دايما رايح لربنا في حالة غيبوبة كده، مرض صعب، طب هيقول لك اعمل وما تعملش، هو بقى يعلق محاليل، يدخلك اوضة عمليات، يتصرف. لكن خلاص انت ما فيش دور عليك لانك مقتنع انك عاجز وضعيف.
في نفس الأيام دي ده خبرة أخرى غير شوكة الجسد المرض اللي زاله، كان عنده خبرة تانية إن كل ظروف الخدمة كانت ضده. فبيقول ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا تصقلنا جدا فوق الطاقة، يعني حاجة فوق طاقته، هو طاقته كبيرة، حتى أيسنا من الحياة. طب ليه ربنا بيعمل فيك كده يا بولس؟ ما أنت حلو وحبيبه يعني، ما عندكش رغبات وحشة، كل غرضك خلاص الناس. قال عشان أوصل يبقى عندي في ذاتي حكم الموت. ما هو محدش بيتكل على ميت، محدش منتظر من ميت يعمل حاجة. فكان لنا في أنفسنا حكم الموت. ليه؟ عشان لازم اللي يقوم الأموات يتعامل معايا بقى، يبقى الدور الإلهي هو كل حاجة. الذين تركوا كل شيء في يد الله اعتبروا نفسهم أموات، اعتبروا أنفسهم مش في إيديهم حاجة، دول اعتادوا أن يروا يد الله في كل شيء. نجانا وينجي، وهو أيضا سينجي فيما بعد. خلي بالكم الخبرة بتزيد، يعني لو قضيت أسبوع بس تحاول ترمي كل حاجة على ربنا وتوفر دماغك وتسلم كل موضوع صغير وكبير لربنا وتتفرج على الأسبوع ده، هتلاقيه ده تمام حلو قوي، هتقول لا أنا عاوز كده على طول. فاللي نجانا بينجي، واللي بينجي سينجي، وبالتالي خلاص يبقى ما ده اللي جربته قبل كده، تفضل تجربه تطلع فيها بقى وإيه، وتقول أنا عاوز من ده على طول، مش عاوز أفكر خالص، طلعت كده أحسن كثير من التفكير. المنظر ده بتاع طفل بيترمي على أبوه، أي واحد فيكم لو اترمى من 3-4 متر هيصرخ. الطفل لما بيترمي على أبوه بيبقى بيصرخ ولا بيضحك؟ بيضحك. ليه؟ الفرق كبير قوي. الكبير يصرخ لما يلاقي نفسه هيقع يتكسر فبيترعب، لكن الصغير بيعتبرها لعبة فسح. الفرق في حاجة واحدة بس، والثقة في اللي هيشيله. الطفل متأكد ان ابوه مش هيعمل له ايديه كده يسيبه يتكسر، ده هيعمل اي حاجة عشان ما يقعش، وبالتالي هو مبسوط، بالنسبة له ارميني اعلى حاجة، اعلى حاجة ما عندوش مشاكل. هو متأكد انه في الاخر هيتهبط في حضن ابوه، هتبقى جميلة. لكن الكبير ما يقدرش على الشغلة دي. دي قفزة الإيمان، إنه مهما حصل أنت متأكد في الآخر في إيدها تشيلك. يحصل إيه بقى؟ حتى لو الحكاية شكلها يخوف شوية، لا هي مش هتخوف، هي النهاية دايما كويس. تفكرنا مثلا ببطرس لما مشي على المية، اللحظات الأولى كانت جميلة جدا لأنه لغى دماغه وبيتمشى على المية، أول ما ركز دماغه اشتغلت كان هيغرق، لكن في الأول كان مبسوط. لما تروح لموسى لما دخل المية، ده لغي دماغه لأنه لو فكر هيترعب، المية هتعمل كده هيغرق، المية واقفة صور، بس هو كل اللي وراه يعدوا بقى، عدوا خلي اليوم يعدي، لأنه قاعد طول اليوم مستني كل العبرانيين يعدوا. طب ما المية اللي موقفة إيد ربنا، طب وإيه هيحصل؟ إيه إيد ربنا؟ فده قاعد يتفرج على إيد ربنا، تخيل مثلا 10 ساعات وهي ماسكة البحر كده، وبعدين أول ما خد الإشارة ربنا قال له متشكرين عدينا، مية نزلت على الفراعنة. لما تروح لقصة زي يونسان ابن شاول، ده كان عنده إيمان عجيب، لما الحرب بقت باردة بين اليهود والوثنيين، يونسان صعب عليه في وقت، فقال لحامل سلاحه راجل نفر، هو ربنا مش يقدر يخلص بالقليل وبالكتير، ما تيجي نحارب أنا وأنت، هندخل حرب بنفرين؟ قال له اعمل ما بدالك، يعني كده كده هنموت. دخل يونسان وحامل سلاح، وكانت نصر، اول اطفى كانوا 20 واحد غلبوهم، فكل الجيش اتحرك، فالدنيا مشت كويس. ليه؟ عشان يونسان قال لك ما انا مش هفكر، لو فكرت ما تمشيش، لكن بدل قلبي بيقول لي ادخل هدخل. في السيل الارمله، هدي اكيد ما بتفكرش، دي سايبه كل حاجه في ايد ربنا، وأكيد اللي عايش العيشة دي متعود يشوف إيد ربنا في كل شيء. صدقوني في الأرياف في بلدنا في ناس عايشة الكلام ده، في ناس ما عندهاش حسابات بنك، ما عندهاش أكل التاني يوم، ولو جالها ناس في نفس اليوم يضيفوهم
والبيت يفضل على الآخر بقاش فيه لقمة ويناموا رايقين لبكرة هيجي أكل كده. فالذين تركوا كل شيء في يد الله اعتادوا أن يروا يد الله في كل. إحنا حسابات البنوك معطلانة وخبراتنا في الدنيا معطلانة وعلاقاتنا بالناس معطلانة لأن كل ده واخد من الاتكال. أنت عندك 100 حاجة تقول تجري عليها غير ربنا، ما عندوش غير ربنا، هو ده اللي متعود يشوف إيد ربنا واضحة. يهوشافاط كان ملك عنده البساطة دي، عنده قفزة الإيمان. لما قالوا له ربنا معاك خدها كأنه خد لقية، قال لهم خلاص مش هنحارب، بدل ربنا معاه أنا اتفقت معه هو يحارب، لكن إحنا مش هنحارب. ارجعوا بقى يا عساكر لورا، إحنا ننزل نقول التسبحة هو يتصرف. هم ونازلين من فوق الجبل بيقولوا التسبحة، كان ربنا بيتصرف، وقع الشعوب الوحشة كلها في بعض وخلصت المعركة بدون أي تدخل بشري وبدون خسائر. الذين اعتادوا، أنا بعيد وزيد عشان نحفظ، الذين تركوا كل شيء في يد الله اعتادوا أن يروا يد الله في كل شيء. فهمتوا؟ اللي بيعرف يسيب كل حاجة بيتعود يشوف إيد ربنا في كل حاجة. لو ناس تقول لك بقى التاكسي ربنا جابهولي والمش عارف احنا هنتكلم في ده، ربنا هيوقف تاكسي كمان، ما عندهوش مشكلة، بدل هتتكل عليه في كل حاجة هيدوقك يشتغل معاك في أوبر في كريم في تاكسي اللي انت عاوزه، ما عندهش مشكلة، بدل انت فتحت له الباب شوف هيشتغل ولا مش هيشتغل. يد الله في كل شيء معناها أكبر الأمور وأصغر الأمور. موضوع كبير قوي. مرة بسأل كاهن كده في البلاد، يعني بقول له كان فرح ابنه، فبقول له ابونا انت مرسوم من امتى؟ قال لي قبل ما الواد ده يتولد. قلت له طب كنت عايل هم جوازه؟ طبعا هناك انتوا عارفين يعني على قد قوي يعني. قال لي عمرها ما جت في بالي، عمرها ما جت في بالي، لا فكرت هيتعلم ازاي ولا هيدخل كلية ازاي ولا هيتخرج ازاي ولا جبت له شيء، مش عارف اجوزه ازاي الاسبوع الجاي، انا مش عارف، بس انا كنت شايف ايد ربنا من ساعه ما اتولد بتفرج عليه، لكن انا ما كنتش بفكر، ما كنتش بحسب، انا بشتغل شغل ربنا هو يشوف عيالي بالبساطه دي. طب الورقه والقلم ما تمشيش خالص، تنفعش، لكن ازاي ال 28 سنه دول مشوا؟ اعتاد أن يرى يد الله في كل شيء، يبقى أكبر الأمور وأصغر الأمور. مرة واحدة بتقول لي أنا بشغل ربنا معايا في الطبيخ، قلت لها يعني ما تقوليش لحد عشان بس الناس تعتبرك بتغلطي في ربنا. قالت لي ما مش بعرف أطبخ، فأفضل أقول له أحط البصل قد إيه وحط، ما تعملوش كده يعني. بس عاوز أقول لكم في ناس رايقة جداً وعايشة مع ربنا قصة غرام كده واتكال يفوق كل عقل، وطبعا أكبر الأمور وأصغر الأمور هتبقى في إيده، هيلاقوا الدنيا سهلة. قال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. عارفين الثقة أنه دايما بكرة في أخبار حلوة، بكرة في عجائب، ربنا عليه لسه حاجات كتير هيعملها. بص شوف ربنا هيعمل إيه، العيشة دي جميلة، انك دايما تبقى في وضع انتظار لتدخلات إلهية وبيحبك فليك مش عليك، فيبقى خير. طب حصل مشاكل وضعفات يبقى خير، يبقى قصد كده عشان في حاجة معينة لازم تتصلح او ناس تانية لازم تتوب، برضو يبقى حلو. فكرة انك تشوف يد الله اللي تقال عنها يمين الرب صنعت قوة، الناس دي بتشوف قد ايه ايد ربنا قوية، بقى تدخلاته قوية غريبة، تلاقي عجائب بتحصل لأنه ده ما ينفعش أبدا كنت تقدر عليه لوحدك أو تعمله بنفسك. أنقذ نفسي من الموت، عيني من الدموع، رجلي من الزلق، كل ده هتدوقه لما تسيب كل حاجة في يد الله. حتى تعتادوا أن يروا يد الله، تعود بقى يشوف إيد ربنا. في ناس من شعبنا تلاحظوا في كلامهم بيستخدموا إيد ربنا أو نعمة ربنا عشرات المرات كل يوم، يعني طلع تلقائي
ودي حاجة بتفرح قوي، انك تلاقيه كل حاجة يجي يحكيها يقول لك اصل ربنا بعت فلان، اصل ربنا بقى دبر دي، وربنا. فهو بيتكلم مع واحد عايش معاه طول الوقت محمل عليه وبيعمل شغله كويس. فالبحث عن يد الله دي عاوزة تريننج، عاوزة تدريب، انك تدور على ايد ربنا في كل حاجة بتحصل. واوعى تقول ان في صدفة او حاجة، طب لا مفيش صدف ولا حاجات طبيعية ابدا معانا. ساعات اللي يساعدك في اكتشاف يد الله هو سؤال ساذج، ليه؟ ليه بعت فلان؟ ليه قال لي كده؟ ليه الموضوع ده وقف؟ ليه الموضوع ده ماشي بسهولة؟ ليه البلان اتغير؟ القطة اتغيرت كلها؟ ليه الهدية دي؟ ليه الخسارة دي؟ لو قعدت تسأل ليه، تعرفين مين اللي يقول ليه كتير؟ طفل صغير، تلاقي كل حاجة ليه ليه ليه؟ وإحنا نزهق منه، ربنا ما بيزهقش، لأن ليه هتكشف لك يد الله؟ هتعرف أنه وراء كل حاجة بتحصل فيه تفسير كويس، في تدخل إلهي. حتى لو تعقدت الأمور، ليه تعقدت؟ يبقى لازم في خير. ليه الموضوع اتكركب كده؟ لازم في حاجة حلوة. ليه أنت اتغيرت؟ معلش حتى التغيير ده يبقى وراء حاجة كويسة. ولو بصيت وراء الماضي بتاعك هتلاقي رغم أخطائك، خلي أخطائك دي على جنب، إيد ربنا كانت شغالة، إيد ربنا كانت شغالة وما سابتكش وظبطت حاجات كتير قوي، رغم أنت مركز أو مش مركز مع ربنا. ده موضوع ما يعطلش اليد الإلهية. اللي بيخلينا ما نشوفش إيد ربنا أنك تفضل تحلل الأمور بتفسيرات عقلية وبشرية. أصل الاقتصاد، أصل الدولار لما عالي، أصل الشغل، أصل البلد، أصل هو ده اللي أنت هتفسر بيه. هتقرأ حياتك كلها من منظور أخبار الدنيا كأن الدنيا دي ملهاش صاحب، وما اسمه ضابط الكل إزاي. طريقة القراية دي بتعطلك، اركنك التفسيرات العقلية دي، ركز على اليد الإلهي. أغسطينوس العقلاني الفيلسوف وصل لدي في يوم من الأيام وقال كنت دائما معي، أما أنا فلشقاوتي لم أكن دائما معك. يعني أنت ما كنتش سايبني أبدا، بس أنا بقى كنت فاكر نفسي ماشي لوحدي، وأنا اللي ما كنتش مركز معاك ولا شايفك، يبقى ما فيش حاجة اسمها خسائر ولا صدف ولا مفاجآت ولا. حتى القرارات في حياتنا يد الله صدقني تدفعك لقرار أو تمنعك من قرار أو تأخذ لك القرار. يعني إيه؟ ما تكون حياتك كلها صلاة واتكال وتسليم ورايق، وعارف أنك ضعيف وبتقول له أنا جاهل، أنا هعرف أخذ قرار أبوظ الدنيا، هتلاقي ربنا زقك على قرار أو منعك من قرار. جربوا الحتة دي، أنك تبقى مش عارف تأخذ قرار تقول له خده أنت، هياخده، هيبقى بتمشي في سكة غصب عنك، خلاص وفر عليك القرار. وما تتشككش، ما تقعدش تعيد وتزيد، خلاص ما انت سايبه يشتغل سيبه يشتغل، هو يعني انت قليل، ما انت ابنه برضه. فإذا يد ربنا هتزقك في قرار، بس حاول تقلل دماغك وتزود الصلاة زي ما ابتدينا. قلل دماغك وزود الصلاة، هتلاقي القرارات ماشية لوحدها. قرار الغلط هيمنعك منه، القرار الصح هيزقك عليه، أو مش عارف تاخده هياخدولك غصب ويزقك، يعني يجبرك عليه. حياة التسليم ممتعة، بس عاوزة جهاد عقلي، جهاد ذهني، جهاد صلاة، عشان توصل للي قاله أغسطينوس جلست فوق قمة العالم، آخر روقان، أسعد إنسان، حين أصبحت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا، مش عاوز حاجة ولا خايف من حاجة، اللي عندي كل حاجة مع ربنا نفسه، وبيعمل لي أحلى حاجة في كل وقت، خلاص يبقى ما فيش حاجة تقلق خالص. بولس عاش الخبرة دي في نفس الإصحاح اللي قال نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير، نفس الإصحاح وسط ظروف صعبة كتير قوي، قال في هذه جميعها أيا كانت الظروف يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هو اللي بيحبنا مش احنا اللي بنحبه، وبالتالي نسيبه يمشيها براحته. فإني متيقن لا موت ولا حياة، لا ملائكة ولا رؤساء، دول الشياطين، ولا قوات ولا
لا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة. بتقول ليش بكرة لحسن؟ لحسن ده إيه؟ مفيش أمور لا دلوقتي ولا بتاعت بكرة تقدر أن تفصلنا عن محبة الله. هو بيحبنا، مسؤول عننا، بيمشي الدنيا لوحدها. أنا بس شغلتي أدور على يد الله في كل شيء. يبقى احنا قاعدين كل يوم بندور هو عمل ايه، هو بعت ايه، هو بيرتب ايه، يقصد ايه. يبقى ده الشغل الشاغل. فنوصل للي قاله القديس لوقا لما كان مع بولس في المركب الغرقانة وقال سلمنا فصرنا نحمل. فاكرين المحمولين علي من البطن والمحمولين إلى الشيبة والشيخوخة أنا أحمل؟ يعني إيه؟ خلاص ساعات الظروف تبقى بتشد جامد قوي عشان تكفر بنفسك وتقول خلاص ما عنديش حاجة أعمل، مش عارف أفكر. كم من بدري يا ريتك من بدري تقول ما مش عارف أفكر، يا ريتك من بدري تقول ما فيش حاجة أعملها، كنت سبت ربنا فرصة أسهل يتحرك ويتدخل بدل ما أنت عمال تعطله بالتفكير والتدخلات البشرية. نختم ونقولها تاني، الذين تركوا كل شيء في يد الله اعتادوا أن يروا يد الله في كل شيء. أقولها كم مرة، الذين تركوا كل شيء في يد الله اعتادوا أن يروا يد الله في كل شيء.